مرحبا بجميع مشاهدي ومشاهدي قناة وموقع قنيطرة 36 في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. إليكم أبرز محاور هذه الحلقة. شباب محمدية يلتحق بشباب بلغريف في الصدارة، والكاكو يداد تمارا يحققان أول فوز في البطولة. يرافقني في تحليل محاور هذه الحلقة الصحفيان عمر شباخ ومحمد القداوي. مرحبا بك سي محمد القداوي. مرحبا بك زميل سي محمد، ومرحبا بالزميل عمر. مرحبا سي عمر شباخ. مرحبا سي محمد البحري، سي الدكتور محمد القداوي، واكيد مخرج حلقات سي احمد. نمشيو للمحور الثالث اللي هو بطولة دوري الظلال او بطولة القسم الوطني الثاني. يعني قبل ما ندخلوا يعني نناقشوا يعني هذا المحور، نخليكم مع نتائج الدورة الخامسة من بطولة القسم الوطني الثاني. المغرب الفاسي يتعادل امام الراسينغ البيضاوي بدون اهداف. اتحاد سيد قاسم ينهزم امام النادي الرياضي القنيطري بهدفين مقابل هدف واحد. شباب المحمديه يفوز على وداد فاس بهدفين مقابل هدف. اولمبيك تشيرا ينتصر على اتحاد القميسات بهدفين لهدف واحد. شباب اطلس خنيفره يفوز على شباب بلغرير بهدفين لهدف واحد. وداد اتمارا يفوز على شباب الريف الحسيمي بهدف مقابل صفر. والكوكب المراكشي ينتصر على شباب الرياضي السلمي بهدف نظيف. بعد هذه الدورة أصبح الترتيب على الشكل التالي. التحاق فريق شباب المحمدية بالصدارة إلى جانب فريق شباب بلغرير. الدورة عرفت يعني تسجيل 13 هدف بالمقابل، يعني سجلنا فرق النادي الرياضي القنيطري وويدا تمارا والكوكب المركوشي اللي حقوا أول فوز في البطولة. كيف شفتي النتائج السابقة ديال الدورة الخامسة؟ وهي اولا نقولوا الحمد لله على السلامه للنادي القنيطري، لان كما قلتي اول انتظار وكيجي في الدوره الخامسه وكيجي في مقابله ماشي سهله. شخصيا حضرت لها ضد في ديربي غرباوي وكتجرى في المدينه ديال الغرب، هي في مدينه مشرع بن القصيري. الا بغيتي قدرنا كان بعض مجريات اللقاء، فالا بغينا نقسموا اللقاء فداز بجوج مراحل. الجوله الاولى كانت كلها تقريبا لصالح النادي القنيطري، وتمكن من تسجيل جوج ديال الاهداف، هدف بطرف لاعب ياسين حارس من ضربه جزاء، وهدف من الجهه ديال تقريبا قريب من الزاويه اللي نفذوا الخليفي محمد ياسين مباشره المرمى ديال الحارس القاسمي. ولكن في الجوله الثانيه واش هي كانت تعليمات من عند المدرب او اللاعبين؟ حنا كنعرفوا اللاعب المغربي اللي كيكون فايز بوحدو كيتوارى، انا ما فهمتش واش هي تعليمات او هي حركات من عند اللاعبين. النادي القنيطري ولا تحكم في نصف الملعب ديالو، هذا اللي عطى المبادره لاتحاد القاسمي، اللي اتحاد القاسمي نزل بالثقل ديالو على الدفاع ديال النادي القنيطري، الدفاع اللي كان في اليوم ديالو، خاصة الحارس ربيع جليد اللي كيرجع له الفضل زعما في الحفاظ على الشباك ديالو لأطول مدة في اللقاء، لأن الاتحاد القاسمي ما يمكنش يسجلوا إلا في العشر دقائق الأخيرة عن طريق ضرب الجزاء، ولكن كانوا بين قاب قوسين أنهم يوصلوا للتعادل، ولكن كما يتقال الفضل كيرجع لربيع الجليد والدفاع اللي كانوا في المستوى نهار المقابله ديال اتحاد سيدي قاسم. كانت مرتدات سريعه وخاطفه ديال المهاجمين ديال النادي القنيطري، خاصه الخليفي محمد ياسين اللي تقريبا كان واقف واحد الفتره وجها لوجه مع الحارس، ولكن كيفاجئنا كيلوح الكره في يد الحارس. يعني الحملات المرتده كانت خطيره ولكن ما تمش استغلالها بوجه الاصح. اذا فريق النادي الرياضي القنيطري حقق اهم اللي هو اول انتصار كان خارج القواعد، وهذه سبق لك يعني اللي توقعتي بها سي محمد القداوي في الحلقه
السابقه وقلتي بان النادي الرياضي القنيطري غادي يعود بفوز، وهضرتي على نقطه الضعف اللي هي جبهه الهجوم. شاهدنا بان يعني المهاجم حارس اللي هو مهاجم مجرب لعب في الوداد البيضاوي الموسم الماضي، يعني دافع القميص خميس الزمامره، خاض اول مباراه وتمكن من استهلال التهديف. اذا النادي الرياضي القنيطري السي محمد يمكن بانه قادم بقوه من اجل لعب ادوار طلائعيه والصراع لكسب احدى بطاقتي الصعود اللي هي حلم جماهير القنيطري. تنظن بان الفريق في هاد المواصفات هادو بهاد اللاعبين هادو يعني تقريبا اكتملت الصفوف ديالو بالحضور ديال هاد اللاعبه حارس اللي كما شفنا في هاد المقابله ضد الاتحاد سيدي قاسم كان يعني متواجد بشكل كبير، لياقه بدنيه يعني مهمه، هو اللاعب الخليفي اللي جانا من شباب الحسيمه، لاعب الخليفي اللي كيسجل كما قال الاخ عمر سجل هدف ديال من طينه اهداف جمال جبران، استحضركم بعض الاهداف اللي ماركها جمال جبران احد الاعمده ديال فريق النادي القنيطري، ولكن السهل الممتنع امام الحارس ما استطاعش انه يسجل هدف، اللي هدف سهل وسهل جدا، ولكن هذا ما يتعبش على هذا اللاعب الخليفي اللي ابدا الاب الحسن. جماهير نادي القنيطري راه صابره على الفريق، وتنظن بان لا الطاقم التقني ولا اللاعبين لعبوا بقتاليه، يعني تيتبين بانهم ناويين يلعبوا تلعبين على القميص ديال الفريق عارق وعارق جدا. الاخ سي محمد الفريق النادي القنيطري ولا تحت المرتبه التاسعه بست نقاط، تلاحظوا بان صاحب الصف الاول عنده 10 نقاط وصاحب المرتبه الاخيره عنده 3 نقاط، يعني بان لا شيء مازال ما تلعبش. لا شيء حسيم، لان بقى البطوله في البدايه ديالها. اول النادي القنيطري يستقبل في الدوره القادمه شباب المحمدي اللي هو في الصف الاول ب 10 نقاط، في حاله انتصار النادي القنيطري ها هو التحق بالمقدمه، يعني كتبقى نقطه واحده. يعني كما قلت هنا هو الشيء الايجابي والشيء المفرح هو ان الفريق بدات كتبان الملامح ديالو، زعما بكل صراحه الفريق بدات كتبان الملامح ديالو. في المقابلات اخر مقابله اللي كانت جرات القنيطره ضد المغرب الفاسي، فمن خلال الجوله الثانيه شخصيا بان لي ان نادي القنيطري جاي، وهو تأكد في هذه الدورة هذه، نتمنى أنهم يزيدوا يأكدوها نهار المحاضرة. فذكرت التواجد ديال اللاعب ياسين حارس، ما نساوش كذلك واحد الدور كبير اللي قام به ظهير الأوسط حمامي اللي جاي من دفاع الحسين الجديد، لأن تبارك الله الكواري اللي رد وكان كيتحكم في الدفاع، لأن كما كنقولوا أن كل خط في الفريق كيخصو ان باترون، فدابا هذا بان ان هذا اللاعب حمامي انه الباترون ديال الدفاع، لان ما شفناش ان اللاعبين في اي هجوم ديال اتحاد سيدي قاسم ربما ملي كيقول لهم طلعوا ملي كيقول لهم هبطوا، يعني كان متحكم وكان رزين في التدخلات ديالو، هذه تحسب لهذا اللاعب. كذلك في الدفاع في وسط الميدان الباترون حاليا اللي كيبان لي هو اللاعب كوليبالي، لان اللاعب انا واحد الوقت ما دخلش انا الان مع واحد الزميل ديالو اللي ما يمكن ما دارش الدور اللي كان خصو يدير، وخلى سيدي قاسم عامو على الجهه ديال هذا اللاعب اللي رقم 17، مع الاسف ما كانش عندنا الاسم ديالو، لعب عليه واحد اللومه كبيره، لان هذا اللاعب كما قلت لك ربما ما طبقش التعليمات اللي معطيها ليه. الهجوم الحمد لله دابا النادي القنيطري كان كيقلب على قلب هجوم، وجاء اللاعب حارس، تمناو التوفيق للنادي اللي كان اعتزوا به واللي دائما كان ساندوه، حد موفق في المقابلات القادمه وخاصه المقابله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله نسجلنا الحديث السي محمد القداوي لمباراه القمه ديال الدوره السادسه، واللي غادي تذكرنا بذكريات جمال جميل، واكيد بان تكون حاضره فيها الجماهير بقوه. هي المباراة اللي يصدر فيها فريق النادي الرياضي القنيطري فريق شباب المحمدية. التوقعات ديالك في نتيجة المباراة؟ التوقعات ديالي في النتيجة هو أن الفريق يخرج بالتعادل، حنا بغينا الفريق ديالنا أنه ينتصر هنا، خصوصا أن الجماهير مدعوة لدعم الفريق من بعد الانتصار، من بعد يعني هاد الانتفاضة ديال الفريق النادي القنيطري، ثلاثة ديال التعادلات، هزيمة وانتصار، يعني هذا الانتصار هذا يبغي يكون هو
يعني البدايه لهذا الفريق، الفريق الشاب ديال فريق النادي باتريك. وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج الحصيله الرياضيه. الشكر كل الشكر لمحللي قناه القنيطره 36 السي عمر الشباخ والسي محمد القداوي. مشاهدينا الافاضل، نلتقي ان شاء الله في الحلقه المقبله.